رحلت عن عالمنا منذ قليل السيدة رائفة النوري، والدة زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب، ووالدة أبنائه عبد الله وكنزي وجانا، حيث تم توديعها بكلمات رقيقة ومؤثرة عبر حساباتهم على انستغرام. وكشف عن الخبر الإعلامي ممدوح موسى، حيث نشر عبر حسابه على الفيسبوك نعيا للفقيدة، وقال: البقاء لله في وفاة والدة زينة عاشور، ربنا يرحمها ويغفر لها. ونشرت جانا ابنة عمرو دياب فيديو قديم مع جدتها رائفة النوري عبر حسابها على انستغرام، وقالت: أحبك تيتا، أشكرك على إعطاء هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطاء ماما وخالاتي وعمي وأبناء عمومتي، أحبكم جميعا، أنا ممتنة جدا لكم، عليكم أن ترقدوا في سلام وسعادة. وكتبت كنزي دياب أيضا عبر حسابها على انستغرام، وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم جدتي رائفة النوري وأسكنها فسيح جناته، اللهم أنزل نورا من نورك عليها، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها، اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها. وقال عبد الله عمرو دياب أيضا عبر حسابه على انستغرام: سوف أفتقدك أكثر مما نتخيل، نرجو أن ترقد روحك في سلام. وفي نفس السياق أيضا، فقد صدم الفنان تامر حسني بوفاة الشابة سهى سمير أدمن صفحة التراس تامر حسني، وذلك بعد معاناتها مع المرض، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، حيث أعرب الفنان تامر حسني عن حزنه وقال: الله يرحمك يا سهى، رحلتك كانت كبيرة مع المرض، وكنت بنت مؤمنة بقدر ربنا، وكنت بتقولي الحمد لله، رحتي عند اللي أحن عليك من كل الدنيا وفي شهر رمضان، يعني أكيد دلوقتي عرفتي ربنا بيحبك قد إيه عشان المكانة الجميلة اللي انت فيها دلوقتي، واختيارك في شهر رمضان أجمل حسن خاتمة، الله يرحمك يا أجمل ملاك. غفر الله لهم ورحمهم وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم الصبر والسلوان. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.